ليه بالصورات؟ معنا ابو اسامه مدير مخيم باب السلامه. احكي لنا ابو اسامه الوضع الحالي في المخيم والناس اللي عم بيجوا من حلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع في مخيم باب السلامه وضع ماساوي ماساوي للغايه، وضع انساني سيء جدا جدا. مخيم باب السلامه معد لاستقبال 5000 شخص، هو الان يعني فيه اكثر من 25000 لاجئ. العائلات التي وصلت من البارحة اليوم أكثر من 500 عائلة تفتش الطريق، ليس لها مأوى، لا خيام ولا حرامات ولا طعام. الوضع سيء جدا. نوجه نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يساعدنا. نسأل الله العظيم أن يساعدنا في تخفيف المصاب عن هذا الشعب. طبعا النزوح بشكل عام من المناطق التي تعرض لهجمة وحشية حاليا في حلب، مناطق المرجة والسكري، الصافور، الحيدرية، قاضي عسكر، كل هذه المناطق تتعرض لهجوم شبه يومي، فهنالك نزوح شبه يومي من هذه المناطق، أعداد هائلة في الخارج تستطيعون أن تروا بأم عينكم. نسأل الله العظيم أن يساعدنا ويوفقنا لما هو خير هذا البشر. جزاكم الله خيرا. حضرتك نازح من المرجة مو هيك؟ طبعا. حكينا سبب نزوحك. أولا 22 قتيل بيوم واحد من عائلتنا، طبعا أولاد عمنا، 3 حواش إنا ملك خاص صارت بالأراضي، الأملاك كلها ما ضل، الحمد لله كلها اللي معه مصاري ما ضل عنده ولا ليرة. الله يعني أكثر من هيك بدك؟ سبب نزوحكم أنتوا هنيك طبعا طيران والبراميل، يعني إيش سبب نزوحنا؟ ما كنا عايشين برفاهية وجايين لهون. البراميل اللي نزلت على الحواش والدمار اللي صار، والأطفال اللي تشوهت، والأطفال اللي صار عنده عقدة نفسية هي الطيران كمان. يعني اللي ما مات ولمينا أشلاءه صارت عنده عقدة، هلا إذا بسمع صوت الخزان هذا بخاف وبرقود بتخبى بخمله طيارة. أكثر من هيك بدك؟ اختي هلا انتو جيتوا من حلب مو هيك؟ ايش الوضع بحلب؟ جينا امبارح الصبح من تحت القصف البراميل، من حي الفردوس عن جامع خياطة والمساكن الشعبية والصالحين باب النيرب، هاي كلها قصف طيران. الاطفال الخلو كلها بالاراضي مقتلة، لا في لا حدا يسعف، لا في انقاذات، لا في شيء، لا بقى ادويه، لا ضل اكل، لا تمشي هيك، بس القطلع بشيله. والله حرام، بس يوقف الطيران يوقفوا بس. يعني الضربه الاطفال هالنساء الذنب بتاكل تحت القصف، نازل فينا يلا ويلا، ايش عملنا له؟ ما بخاف الله، ايش نحن اسرائيل بين ايديه، يطلع على اسرائيل نقول نحن نساعده، مو يضربنا لنا، نحن اسلام مالنا اسرائيل. حضرتك هلا وصلت من حلب، احكي لنا ايش الوضع بحلب؟ الوضع بحلب كثير مأساوي، قصف براميل كل نهار كل نهار، بشي 25 30 براميل كل نهار،
يعني حياة العالم كله واقفة، بس كله عم يرفعين راسهم لفوق عم طلعوا امتى بيستنوا البرميل ليتخبوا بقى بالبنايات او بالمحلات. هاي حياتنا كل حلب ما بين عاش طاوله وطاوله، ولسه بزيت مناشير بقول نسال الارض نسال البنايات، البنايات ما سوات الارض. بده يهجرنا يعني سياسه تهجير هاي لحتى يجيب بقى سكان بقى من حزب الله او من الشيعة او من مين من كان مشان يسكنهم محلنا. ارجع ما بحكي معك. شو هو سبب نزوحكم من حلب؟ نزوحنا بالنهار عم ينزل علينا 50-60 برميل بالحارة، لا ضل عندنا بيوت ولا ضل عندنا شيء، كل الحارة تدمرت. وهلا وين طالعين؟ طالعين على تركيا. وفي عندكم هناك مأوى في تركيا؟ والله ما بنعرف عنا وين رايحين، بس بدنا نطفش من تحت الضرب. والناس في حلب شو اوضاع الناس في حلب؟ الله يكون بعون الناس، العالم يا زلمه رايح تموت، النهار كل خمس دقائق كل دقيقتين برميل، العالم يعني القتله بالشوارع ما حد عم يشيله، العالم تحت الجسم والبنايات مطموره ما حد طالعه، وضع كثير سيء، كثير كثير مأساة. اليوم هاي سبورت ستار
على الحدود شي 2 كيلو سيارات صافي اذا تفوت على تركيا ما بيحسنوا يفوتوا هون، حتى الحدود التركيه مسكره، يعني الدنيا كلها متامره على هالشعب السوري. تفرج في اطفال في نساء ما بيطلع بايدنا نسوي شيء نهائيا، هذا اللي صاير بالسوري. يعني هنيك بحلب اول شغله ضرب براميل، سير ما في، اذا ولد مرض ما بتحسن تاخذه على مشفى، اكل ما في، شغل ما في، يعني ايش تمينا بحلب براميل براميل ليل ونهار ما برحموا حدا نهائيا. جينا لهون على المخيم كمان الوضع مأساوي جدا، يعني وهي الاسباب. فرج شلون العالم، العالم جاعت، العالم ماتت من الجوع. يا اشياء مضبوطه بشارة من الحارة Thank you.